قانونيا كيف تسير الأمور؟ يعني مجلس الأمن مثلا يقوم بإحالة هذه الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي للمحكمة الجنائية الدولية، أو مثلا يقوم بتشكيل محكمة ربما خاصة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وربما حتى الموجهين الممولين والقادة أيضا؟ يعني بما أن العراق ليس جزءا من نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية، بالتالي لا يستطيع أن يحرك هذه الدعاوى. إذن أمامنا طريقين، أما من خلال قيام مجلس الأمن الدولي سنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام الفصل السابع والمادة 13 من نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية أن يحيل من يشتبه بارتكابهم للجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر، ونعتقد بموافق المنظور القانوني والواقعي لما ارتكب من جرائم وفظائع في العراق بحق الشعب العراقي، أن تشكل محكمة جنائية دولية خاصة أيضا من قبل مجلس الأمن الدولي واستنادا إلى نفس الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام الفصل السابع وأيضا ما خوله به نظام روما الأساسي في هذا الإطار، على اعتبار أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة الوحيدة المخولة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليا. وهذا ليس بغريب، يعني المجلس الأمن الدولي كان له سوابق تاريخية في هذا الإطار عندما شكل المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغوسلافيا السابقة في عام 1993 واستمرت محاكماتها ربما لمدة 20 سنة، وأيضا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة أيضا لرواندا واستمرت محاكماتها لفترة طويلة، أثمرت عن جهود كبيرة في إطار تحقيق العدالة الجنائية الدولية. هذا ما يفترض أن يكون في العراق إذا كانت هنالك جدية مساوية ومشابهة ومتوازية مع الجهد الكبير الذي بذله التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب في العراق ومحاربة تنظيم داعش بالتعاون مع القوة العراقية، التنظيمات المسلحة العراقية التي ربما حتى الشعبية منها التي ساهمت مساهمة كبيرة في تحرير العراق من براثن داعش. لكن هذا الموضوع لا تكتمل، العدالة الجنائية لا تكتمل إلا بمحاسبة من ارتكب هذه الجرائم.